السلام عليكم. دلوقتي في برنامج لينسكيب، هتلاقي هنا كولابريتيف انوتيشن، هتدوس عليها. لو انت عندك مثلا مشكله في اي جزء من الاجزاء هنا مثلا، هتروح قايل له ايه كرييت ايشو، هيبدا ياخد لك الصوره هنا وتكتب مثلا وير از مثلا اي حاجه بقى، اي حاجه انت بتدور عليها، وير از كيز مثلا، تمام، وتقول له ايه كرييت، وتحدد بقى الستيتس دي نوعها ايه، دان بروجريس نيو وهكذا كرييت، تمام. وتبدا بقى تعمل اكتر من ايشو في اكتر من مكان. مثلا انت مش عارف مين الراجل دوت، هو ار يو، وتلاقي ديسكريبشن، وهو برضه ياخد لك الصورة وتقول له كرييت. وممكن تحط كومنتات لو انت حابب، ممكن ترتبهم، ممكن حسب الستيتس، يعني نيو اوبن، ممكن تقول له شو اول، او انا عايز اشوفهم. وهنا السورس بتاعك، وبعد كده هنصدرهم اكسبورت ايشو تو بي سي اف، او تعمل امبورت لو انت عندك ملف بي سي اف من برنامج اخر. دلوقتي راح تصدروا ايه الملف، هو بي سي اف. ده الكلام ده مثلا كان على جهاز معين في ايرلندا مثلا، بعد كده تبعت الملف ده للشركة. فهو بكل بساطة من اي برنامج من البرامج اللي هي بتشتغل بالبي سي اف، هيجي هنا ويقول له امبورت بي سي اف فايل. ده مثلا برنامج اخر اسمه بيمكولاب، وده جهاز اخر وبرنامج اخر. فهو بيقول لي اديني الملف، فبقول له الملف اهوت، واقول له ايه اوبن، ففعلا ظهر لي المشاكل. تدوس هنا يبدا يعمل لك زوم على المشكله، بحيث ان انتوا تقدروا تناقشوها في غرفه الاجتماعات. وده مثال عملي على فكره البي سي اف، ان انت تبقى شايف فين المشاكل واللي اسمها ايه والحاجات دي كلها. وده ملف من ضمن الملفات اللي هي الاوبن تبع بيلدينج سمارت، لتنظيم الـ 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 الشغل بين الناس. يعني ملف بي سي اف تحط كل المشاكل في ملف، وتبدا ان انت تشوفها من جهاز اخر ومن كمبيوتر اخر ومن برنامج اخر.